باتجاه القمة، أرسنال مانشستر يونايتد في ذات اللمح الأوكراني زينشينكو كل وسط. مانشستر يونايتد يحاول خطيرة جدا وفرصة وإعاقة، والحكم يقول العب، إشارة تايلور واضحة، برونو قطع على بارتي، صراع وسط الميدان، كرة من راشفورد خطيرة من ماركوس، يشوط والهدف الأول، 1-0 الشياطين الحمر. ماذا قلت لكم؟ قلت أن هذا الخيار الأول، هذا الحل الأول، ماركوس راشفورد يسجل بالتخصص في الجانرس. 1-20 علي سار تتسرع، التوزيعة توصل والتعادل يأتي، التعادل الأرسنال. إنكيتيا جول، أي مباراة، أي قمة. من اليمين يلعب الكرة نادي على مانشستر، ممكن أنتوني صرح كرة مكتوب إلي والرمز دايد إلى كورنر جالس وعلى يونايتد أيضا، ولو أنه التعادل مقبول لمانشستر. يمشي كرة خطيرة خطيرة والتسديد والهدف الثاني، الهدف الثاني ساكا، الهدف الثاني ساكا، كبومبا يا بومبا، 2-1 أرسنال، ساكا يدخل التاريخ، ساكا مثل الرايا أويبر ليونبرغ وتيري أونري، يسجل في اليونايتد 3 ماتشات ورا بعض. أي راسي راني دخت، يقول أنا مستحيل، مش ممكن، مش ممكن على روعة ساكا. يمشي كورة في دقيقة 14، يلعب كورة إريكسان خطيرة هذه، يخرج رمزدال، تعادل، تعادل المانشستراوي، يونايتد جول مارتينيز، مارتي 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 يضرب بارتي، مارتي شعل البارتي، نو جول نو بارتي ديال مانشستر. هم الشياطين الحمر، 2-2 مارتينيز، ليساندرو جول، من أجل الثالث، ساكا من أجل العبور، ساكا الخطير، ساكا، ساكا، مكاتيا، والكرة ضربت في الدفاع الكورنر، مش ممكن يا شو، هلوة، يمشي راس راس، شاكا، مش ممكن، مش ممكن، أودغارد وقول، كورنر، أودغارد يدخلوا جدار السد، جدار السد على ساكا، ساكا، ساكا وساكا، وساكا عوداله، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، ما روحك يا ولد، زينشينكو، زينشينكو يهرب، زينشينكو يوزع، خطيرة الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث يا أرسنال، القاضية، القاضية، الضربة القاضية من الجانرس، 3-2، هذا اللي قال لك عليهم السيناريست، هذه اللي كتبتها في السيناريو، هذه رؤيتي للسيناريو القمة، هذه الخطيرة، ونهاية القمة، نهاية المباراة، نهاية